مرحبا بكم متابعينا في موضوع جديد نتعرف فيه على الفنان حبيب الحبيب. أحد أشهر الوجوه الكوميدية على المستوى المحلي السعودي والعربي على حد سواء، استطاع وخلال فترة قياسية قصيرة أن يخطف الأضواء ويحقق لنفسه مسيرة فنية حافلة. حبيب حمد الحبيب ممثل سعودي يعد من أشهر الوجوه الكوميدية، دخل عالم الفن في أواخر التسعينات ببعض الأدوار الصغيرة مثل مسلسل طاش ما طاش. أطلق عليه الفنان عبد الله السطحان لقب ملك الكاركتر لقدرته على تقمص أي شخصية توكل له، أما والده فلقبه بنمر المسرح السعودي. أيضاً لقب بفلاح التلفزيون السعودي، ولقبه المخرج هشام شربتجي بلقب حبيب ريدي، وذلك لكونه دائم الاستعداد لأداء المشهد. ولد حبيب الحبيب في 25 من شهر يونيو لعام 1976، عمره 44 عاماً، ولد في الرياض في المملكة العربية السعودية، ويعود نسب عائلته إلى عبده من شمر بن بريدة. بدأ حبيب مسيرته الفنية بمشاركته في بعض الأدوار الصغيرة حتى أثبت اسمه في الساحة الفنية بجدارة. كانت بداية مسيرته الفنية مشاركته في الجزء السادس من السلسلة الكوميدية الاجتماعية طاش ما طاش، الذي تم عرضه في رمضان عام 1998 بطولة ناصر القصبي وعبد الله السطحان. وفي مطلع الألفية الجديدة شارك في مسلسل المشهد الأخير الذي كان من تأليف علي حمزة. وفي عام 2001 شارك في مسلسل جروح باردة، وفي العام الذي تلاه شارك في الجزء السابع من مسلسل خليك معي. في عام 2004 شارك في المسلسل الكوميدي أبو العصافير، وفي العام الذي تلاه شارك في بطولة المسلسل الاجتماعي والدراما مجاديف الأمل. تابع حبيب مسيرته الفنية التي بدأت تكبر شيئاً فشيئاً بعد أن أثبت جدارته ومهارته، ففي عام 2006 شارك بدور زيد في المسلسل الكوميدي غشمشم. كما شارك حبيب في بطولة البرنامج الكوميدي واي فاي في أجزائه الأربعة، وقد شاركه البطولة في الأجزاء الأربعة مع داود حسين وحسن البلام وهي الشعيبي. واستمر حبيب بتقديم المزيد من الأعمال التي حملت طابعاً كوميدياً، حيث شارك في عام 2014 في المسلسل الكوميدي كلام الناس في جزئه الثالث. في عام 2017 شارك في بطولة مسلسل أصعب قرار، وفي العام الذي تلاه أدى دور حمود في مسلسل العاصوف، كما شارك في مسلسل عوض أباً عن جد. في عام 2019 شارك في بطولة المسلسل الكوميدي هاي بارلوب إلى جانب نخبة من نجوم الكوميديا، وأما في عام 2020 شارك في مسلسل مخرج سبعة. والآن ننتقل أعزائي إلى حياة حبيب الحبيب الشخصية. الفنان حبيب الحبيب يفضل الحفاظ على حياته الخاصة بعيداً عن الإعلام، فهو لا يقوم بمشاركة تفاصيلها على شبكات التواصل الاجتماعي، ولكننا نعلم أنه متزوج، وذلك بعد أن قام بمشاركة صورة على تويتر لعقد قرانه ولا يظهر فيها ذكر لهوية زوجته. قام بنشر تغريدة على حسابه في موقع تويتر مرفقاً إياها بصورة من عقد قرانه المفاجئ دون الإشارة إلى هوية زوجته. أولاد الممثل حبيب الحبيب حور وروحي. ومؤخراً أجرى الفنان حبيب الحبيب عملية جراحية في عينه، وقد ظهر الحبيب في فيديو انتشر عبر السوشيال ميديا يتحدث فيه عن العملية الجراحية قائلاً: أجريت عملية جراحية في عيني مع البروفيسور محمد المتعب وجزاه الله خيراً، ولم يتحدث عن تفاصيل العملية في الفيديو القصير، لكنه ذكر أنها في عينه اليمنى. والمرض لم يكن الوحيد الذي تربص بطريق الفنان الحبيب، فقد أصابته أخيراً شائعات القبض عليه من قبل السلطات السعودية، وذلك بتهمة الترويج لإحدى الشركات الغير موثوق بها.
ليتصدر اسمه شبكات التواصل الاجتماعي بعد تعرضه لانتقادات من روادها، في حين لم يصدر عن الفنان الحبيب تأكيد أو نفي لهذه الشائعة. وبحسب معلومات خاصة، تم التحقيق مع حبيب الحبيب وأفرج عنه، وتم تحذيره كون الشركة التي قام بالترويج لها شركة لكسب الأموال وبالدولار. اتهامه بتقليد ناصر القصبي. اتهم حبيب الحبيب بأنه يقلد الممثل السعودي ناصر القصبي في أدائه، فرد قائلاً: إذا كنت قد تأثرت بناصر القصبي فإن ذلك يعني أني تأثرت بالنجم الكوميدي الأول على مستوى السعودية، لكني أرى خلاف ذلك، فأنا لدي خط مختلف عن خط القصبي، وإن كنا نملك الروح ومستوى القبول ذاتهما عند الجمهور. مثل أي شاعرين مبدعين تتوارد خواطرهما، فناصر القصبي وحبيب الحبيب ولدا فنانين. وتحدث في مقابلة صحفية عن كيف يرى الدراما السعودية اليوم مقارنة مع نظيرتها الخليجية والمصرية والسعودية، حيث قال أنه لدينا طفرة إنتاجية غير عادية في السعودية، وهي ظاهرة صحية، فالدراما السعودية باتت تسير بخطى صحيحة وناجحة تجاه الأفضل، ولكننا حتى الآن لم نصل إلى خط المنافسة، ولن نتسيد إلا إذا كان هدفنا الجوهري النجاح وليس المادة. على ألا ننسى أن هناك أعمالاً محلية أوصلت للدراما السعودية إلى العالم العربي، مثل المسلسل الشهير طاش ما طاش. وأشار إلى أنه قد تكون هناك هفوات في بعض الأعمال التي قدمت، ولكن ذلك لا يلغي النجاحات التي تحققت في فترات قصيرة. ولكن للأسف هناك أقلام تكتب بلسان الكاري على المستوى الشخوص، بعيداً عن النقد الراقي الباحث عن الارتقاء بمستوى الأعمال، فنحن نبحث عن النقد الذي يجعل الفنان يعيد حساباته.